لأول مرة في العراق مركزا صحيا خافرا على مدار 24 ساعة افتتحته دائرة صحة النجف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإسعافية تزامنا مع الاستعدادات للزيارة الأربعينية. يتضمن عدة أقسام منها الرعاية الصحية الأولية والإسعاف الفوري وردهات للعمليات الصغرى. يتم اليوم افتتاح مركز صحي يا علي، مركز صحي يا علي ضمن محور طريق نجف حيدرية كربلاء، وهذا من أكثر المحاور في الزيارة الأربعينية بالتركيز عليها. فتم افتتاح مركز صحي يا علي، المركز الصحي ضمن طوارئ 24 ساعة على طول السنة، إضافة إلى مركز إسعاف للإسعاف الفوري لنقل الحالات الطارئة. ابتداء سوف تقدم يعني الخدمة الصحية لزوار أبي عبد الله الحسين خلال الزيارة الأربعينية، أدخلناها ضمن الخطة يعني ضمن خطة الطوارئ. السعة يعني سعة الرقود لوحدة الطوارئ 15 سرير رقود ودخول، إضافة إلى مركز الرعاية الصحية الأولية الذي سوف يقدم الخدمة لحوالي 11,000 نسمة ضمن الرقعة الجغرافية للمنطقة. ما يميز هذا المركز الصحي موقعه الجغرافي على الطريق العام الخارجي الذي يربط محاور النجف وكربلاء وبابل، والذي يشهد حوادث دهس وأخرى مرورية تسجل إصابات خطيرة، حيث سيعمل المركز أيضا على تقديم الإسعافات الطارئة ويختصر المسافات البعيدة لإنقاذ المرضى والمصابين. مراكز الطرق الخارجية بصراحة النجف سباقة بهذا الموضوع، والأولى على المحافظات بفتح المراكز على الطرق الخارجية. يعني مثل ما ذكرت لحضرتك عندنا أرتق 5 مراكز خاصة بس بالطرق الخارجية، لأن تعرف الشوارع توسعت، السيارات كثرت، الحوادث يعني عندنا إحصائيات أنه الحوادث بدأت تكثر أكثر، يعني يوم بعد يوم جاءت تكثر الحوادث، فالحوادث بتصير لازم تحتاج تدخل مباشر. هذه المنطقة تبتعد عن مدينة النجف الأشرف أكثر من 20 كيلو، هذه المسافة دائما ما تشهد ازدحامات كثيرة أيام الزيارة الأربعينية وباقي الأيام صراحة. لذلك اليوم وجود هذا مثل هكذا مركز صحي أو مستشفى صحي يعني كما نعبر عنه مهم جدا لتلافي هذه الحوادث التي تحدث أثناء الطريق. وعلى الرغم من كونه المركز الأول الخافر على الطرق الخارجية، تعتزم صحة النجف فتح المزيد من المراكز المشابهة للاستفادة منها في الزيارات المليونية، وتكون متاحة أمام أهالي المحافظة في الأيام العادية. من النجف ولا لطيف، زاغروس تي في.